ام حمودي الحمد لله على السلامه. منين جايين؟ جايين من المانيا وجينا هنا على مود لعبه العراق واليابان، وان شاء الله العراق يبيض وجهنا وان شاء الله الفوز وان شاء الله يسعد على المرحله اللي بعدها. انا يعني عندي معلومه بانه حمودي كان عنده اصرار، هو اللي جابكم، اخذتوا اجازه وجيتوا من المانيا حتى تشوفوا المباراه. طبعا هو جابنا، يعني هو راضي يحضر المباراه. وشنو يلا قول. اي اخذ اجازه طبعا من المدرسه ويعني هو اصر الا نجي للعب. حمودي اتجهت على مود المنتخب؟ ايه اخذت اجازه من الدوام وجيت على مود اشجع العراق. ايه اشجع العراق ان شاء الله نفوز. صعبه مباراتنا ويا اليابان؟ صعبه؟ ايه يعني صعبه بس عادي ندربها. ندبرها. ايش قد تتوقعها؟ ايش قد نغلط؟ 1-0. من يسجل؟ زيدان اقبال. زيدان اقبال. خلينا نشوف الحلوه شو اسمها؟ شو اسمك حبيبتي؟ لينا. شو اسمها؟ لينا. ليل. لمن تشجعين؟ العراق؟ العراق؟ ايه زين، من يفوز العراق ولا اليابان؟ العراق؟ عراق. العراق؟ احنا جايين من العراق، جايين لقطر حتى نآزر منتخبنا. لقينا هنا حتى بقيه الجنسيات، اخواننا دول عربيه، دول اسيويه، كلها تناقلت هذا الموضوع، كلها روجت لانسحاب لاعبين عراقيين. يا اخوان هذا ياثر سلبا على المنتخب وجايين ينقل صوره مو حلوه على منتخبنا. نترجاكم، عندنا هيئه اداريه، عندنا اتحاد، عندنا مدرب، هم يتحملون نتيجه قراراتهم. وايضا رساله لاخواننا اللاعبين، اخواننا اللاعبين يعني وراكم بلد كامل وهو العراق يعني. وعدكم مشجعين والله العظيم يخبلون، يعني كل الدول هنا اللي موجودة تتمنى تشجيع مالنا، كل اللي موجودين يصورون. احنا جايين من بلدنا اللي هنا حتى نشوفكم، حتى نستمتع بأدائكم. ومنتخبنا ما قصر والمشجعين ما قصروا، وحتى اخوان الدول الخليجية والعربية جاي آزرونا، والحمد لله رب العالمين. وان شاء الله ان شاء الله نرفع اسم العراق ان شاء الله، وان شاء الله احنا تذكرتنا يعني لحد يوم الاحد، واذا تصدر العراق ان شاء الله ويصعد نرجع بتسير رب العالمين. وان شاء الله انا جاي اشوف منتخب يخبل ولاعبين مجموعه فريده وكلش حلوه، كلش حلوه يعني.